السلام عليكم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من جرايد نبداها بالعناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الوطن، مدرب بيل شاتو، المستوى الفني للمونديال كان قويا. خالد المولوي، الاتحاد الدولي طلب استمرار المونديال في الدوحه. في العرب: المهندي، قطر وضعت بصمتها في خارطه الطائره العالميه. محمد علي المهندي كتب في الشرق: شكرا، كنتم رائعين ومتميزين. في الراية: ترقب عرباوي لانطلاق شحاتة وآمال كبيرة عليه. عبد العزيز معرفي كتب في الشرق: تحبون العربي، وقفوا معه. عربيا: في الصحافة التونسية، معلول: نحترم زنبي ونملك الوسائل الكفيلة بالإطاحة به. في الوسط البحرينية: تايلور، عرفت بإقالة أمس وتمنيت قيادة الأحمر للفوز بكأس الخليج. في البيان الإماراتية: السركال، أحذر منتخبنا الوطني من تخدير المنافسين. جمال هليل كتب في الجمهورية المصرية: نحاك مين في ملاعب مصر. في الثورة السورية: رئيس اتحاد كرة القدم، لم نتفق مع فجر والسيد أقرب. عالميا: في الصن البريطانية، تيري قائدا للبلوز الثلاثاء أمام شختار تحديا لقرار إيقافه. ديسكيلي كتب في الديلي ميل البريطانية: متى يستيقظ ضمير القرود الثلاثة بلاتر وبلاتيني ورئيس اتحاد الكرة الصربي. في سبورت الإسبانية: ميسي أب تقريبا، المولود الأول يأتي بعد ساعات من مباراة الليلة أمام ديبورتيفو. في توتو سبورت الإيطالية: كانافارو قادمون إلى تورينيو من أجل قهر اليوفي. في فقرة غريب عجيب: يحتفل بالتوجه لأداء فريضة الحج فيقتل امرأة لا ناقة لها ولا جمل. محليا، نزل الستار بالأمس على مونديال العالم للأندية أبطال القارات لكرة الطائرة. محليا أيضا تعود عجلة دوري النجوم بالدوران، حيث تنطلق اليوم الجولة الرابعة. عربيا، ردود الفعل تتواصل حول قرعة خليج 21 وترقب جماهير سعودي خليجي وعربي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بين قطبي جدة الأهلي والاتحاد يوم الاثنين المقبل. أما في دوري أبطال أفريقيا فالترجي التونسي يستضيف مازيمبي الكونغولية اليوم في إياب نصف النهائي. عالميا، جون تيري يحمل إشارة القيادة، وقرار تشيلسي يشكل صدمة للأوساط الكروية الأوروبية وخاصة في إنجلترا. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام دسمة بأخبارها، فلنطيل عليكم المقدمة أكثر ودعونا نبدأ من الجرائد المحلية. جولتنا المحلية نبدأها من مونديال الطائرة بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية. أزر الستار بالأمس على مونديال العالم للأندية أبطال القارات لكرة الطائرة، وفي مسك الختام توج فريق تورنتينو الإيطالي باللقب للمرة الرابعة على التوالي، وهذه المرة على حساب سادة كروزيرو البرازيلي بثلاثة أشواط نظيفة، ليؤكد الفريق الإيطالي أنه الأقوى عالميا. أحل فريق بيل شاتو البولندي ثالثا بعد تفوقه على روبين كازان الروسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة مثيرة. جاك نورويكي مدرب فريق بيل شاتو البولندي أثنى على المستوى الفني للبطولة وأيضا على حصول فريقه على الميدالية البرونزية. المباراة كانت قوية ومثيرة بين الفريقين، وكنا نود المنافسة على البطولة ولكن لم يحدث، وأنا سعيد لأننا فزنا مرتين على فريق زينيت كازان الروسي. المستوى الفني للمونديال العالمي كان أعلى من البطولات السابقة، وأتمنى أن نواصل مشوارنا في البطولات المقبلة ونشارك، لأن اللعب في مونديال العالم له مذاق خاص. للحديث أكثر عن بطولة العالم للأندية الكرة الطائرة يسعدنا أن نرحب بضيفينا في الاستوديو الأستاذ هشام حامد الصحفي بجريدة الوطن القطرية، والأستاذ رجاء فتحي الصحفي بجريدة الراية القطرية. أهلا بكم جميعا. بداية أبدأ معك أستاذ هشام، ما رأيك في ختام مونديال كرة الطائرة بالنسبة للأندية في هذه النسخة الرابعة التي تستضيفها قطر، وأيضا تتيج فريق تورنتينو الإيطالي باللقب في أربع نسخ هنا في الدوحة للمرة الرابعة على التوالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية النسخة، هذه النسخة الرابعة والمفروض أن هي الأخيرة كما قرر الاتحاد الدولي أن ينقل البطولة في مكان آخر يعني.
ولكن البطولة، ولذلك استعد الاتحاد القطري للبطولة منذ فترة طويلة حتى تكون نسخة استثنائية في التنظيم وفي كل شيء يعني. فالمباراة الختامية أو البطولة عامة بوجه عام، تارانتينو الإيطالي هو حامل لقب في النسخة السلاسل السابقة، ودخل هذه النسخة أيضا للحفاظ على لقبه. كان هناك منافسة شديدة من باقي الفرق، الفرق القوية في البطولة معروفة، روبن كازان، بالشات البولندي، وأيضا هذا الموسم دخل فريق البرازيلي سادة البرازيلي. المباراة النهائية بالأمس كانت يعني تعتبر في أول شوطين من طرف واحد. الفريق التارانتينو الإيطالي عنده خبرة كبيرة ويتمتع لاعبوه بمهارات عالية، معظم لاعبته محترفين، عنده حوالي 5 لاعبين محترفين، تشكيله ثابت، مدربه مستقر معاه منذ فترة طويلة، لم يجد صعوبة في الفوز باللقب أمس يعني المرة الرابعة على التوالي. وإن كان فريق البرازيل حاول في الشوط الثالث أنه يعود المباراة، وفعلا الشوط كان شهد إثارة وندية واضحة جدا لدرجة أنه انتهى بعد النقطة 25. الفريق تارنتينو بالطبع يستحق اللقب، والختام أيضا بالأمس كان مميزا في حضور الجماهير الكبير. المنظر كان رائعا في الختام، يعتبر نقول مسك الختام للنسخة الرابعة. راح نتحدث عن حفل الختام فيما بعد، ولكن نذهب إلى أستاذ رجاء، يعني ما أسباب تفوق الفريق الإيطالي تارنتينو في النسخ الأربع الماضية الثلاث الماضية والنسخة الحالية التي اختتمت بالأمس وسيطرته على هذه الألقاب؟ شوف استاذ عبد الرحمن، في بيبقى نسق موجود في فرق عالميه، هذا النسق بيستمر مهما تغيرت الاسماء. فريق تورنتينو الايطالي هو كان المرشح الاول والابرز قبل انطلاق البطوله وفتره طويله، يعني بناء على ايش؟ على صفوفه، ولا على انه حصد الالقاب؟ لا، مش على الالقاب، على الصفوف والتكوين اللي موجوده معاه. عنده 6 لاعبين اساسيين ما بيتغيروش الا نادرا لما تكون المباراه تحتاج الى التغيير، لما تكون المباراه المنافس اضعف نوعا ما من الفريق الايطالي بيحدث نوع من انواع التغيير. لكن تشوف المباريات المهمه، نصف النهائي، النهائي، 6 لاعبين اساسيين بيلعبوا المباراه بالكامل، امكانات عاليه جدا لهؤلاء اللاعبين يصنعوا فارق في اي وقت. هذا الفريق جميع لاعبيه يحفظون بعض عن ظهر قلب، يقدمون كره طايره على اعلى مستوى، يمكن قمه المستوى العالمي اللي ممكن تشاهده في الكره الطايره تشاهده من فريق تورنتينو الايطالي، لانه بالفعل فريق جاهز ومعد حتى لو دخل عليه عنصر محترف في كره الطايره، متخصص ومتمكن ومتميز، ويستطيع ان يفوز على اي فريق مهما كانت قوه هذا الفريق. مش عاوز ابالغ شويه واقول لك ان هذا الفريق لو شارك في بطوله عالميه كمنتخب يقدر يؤدي ويفوز بلقب، وده حقيقي يعني لو فعلا حصل هذا الكلام ده حقيقي يقدر، لان بيضم مجموعه على اعلى مستوى من اللاعبين متجانسين، وده الاهم، معاهم مدرب على اعلى مستوى من الكفاءات الفنيه العاليه جدا. اللاعبين في الملعب عارفين هم بيعملوا ايه، امتى يسرعوا ريتم المباراه. يمكن لو لاحظت استاذ عبد الرحمن، بدايه البطوله غير نهايتها، يعني تورنتينو الايطالي فريق الريان القطري اخذ منه شوتين، يعني لو كلنا نفتكر بدايه البطوله